مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة منتصف الليل مباشرة من الشروق نيوز. إذن الحدث مظاهرات 22 من فيفري، وعي ومسؤولية بعد الفاصل. بداية، شهدت الجزائر العاصمة أمس مظاهرة حاشدة لآلاف المواطنين طالبوا خلالها السلطة بالتغيير من خلال التعبير والتظاهر بطريقة سلمية، مرددين شعارات لا للعهدة الخامسة ومطالبين الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة بالانسحاب. إذن المظاهرات التي انطلقت مباشرة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة بساحة أول ماي لتجوب شوارع العاصمة مرورا بالبريد المركزي، هذا وتمكنت المسيرات من الوصول إلى قصر الحكومة ثم إلى مقر رئاسة الجمهورية قبل أن توقفها مصالح الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع. هذا ورفع حشود المتظاهرين شعارات سياسية تطالب بالتغيير ورافعين شعارات لا للعهدة الخامسة. التغطية لبلقاسم جير. اسمع ندير الليل والله لا دخلت بربي ان شاء الله بركات اسمع ندير الليل